كاين داروا المجهود تاعهم ماكسيموم والحمد لله داروا دي بون ريزولتا. انا مقتنع كمدرب مقتنع بور لي ريزولتا هذا وشكرا بارك الله فيك. بعد كما نقول لك تعب كبير، اول شيء كما شفتوا كنا كان في تربص مع المنتخب المجري اللي كان تربص ما كناش كما حابين، وعلى كل حال مي وقت تمنا بالتربص هذا بدوره دوليه اللي كانت حوالي 23 بلد شارك في الدوره هذه. الحمد لله ثلاث ملاكمين وصلوا للنهائي وكما قلت اقصاو في النهائي. انا ما نقولكش تاقصينا لان اليوم هذه الدوره هذه اللي زدنا في تحفيزات وزدنا كما نقول لك شفنا الامكانيات شفنا القدرات تاعنا وين 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 رجعت. الحمد لله الهدف الواحد هو رجعنا اللياقه البدنيه تاعنا. يعني باش نقول لك رانا واجدين واجدين ما كناش واجدين، مي بفضل يعني الاكسبيريونس اللي عندنا قدرنا نلحقوا النهائي الحمد لله. في دوره دوليه الحمد لله كانت نتائج ايجابيه، وبالنسبه لهذه الدوره كان مستوى فيها عالي، وان احنا رانا متاهلين الالعاب الاولمبيه لازم نحضروا ولازم نبينوا واش لازم علينا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله في الاولمبياد طول. شويه كانت ناقص تحضير في لا هونغري، بصح التورنوا كانت بزاف مليحه، دخلوا لي ميور زاتليت وكانوا لي بي بزاف. مالوغوزمون خسرت في الكارت فينال.